المثقفون السوريون يسمونه أمم القاب، فأين هو؟ إذا الآن هناك حالة جديدة غير الاسم اللي العالم الفيسبوكي والعالم الافتراضي، لجان مشتقة من الواقع الميداني وتكون خبرتها ليس على أساس سياسة. ولماذا نجدها في يومها الآن رجلت بسرعة على حد صمودهم صغيرة متوسطة، لكن ليه في مشت كل أصبح مفضية الزراعة بشكل فيه نسبة هزيلة جدا، مساحة الأراضي القابلة للزراعة قليلة، لكن في ليه في مشت وليه في مشت كان القدس يعيش فيه 2,750,000 نسمة هذا الوقت كبير 13,000,000 سكان سوريا. هذا المحافظة في دمشق بشكل تقريبا ضعف جمهورية لبنانية، هذا كله صحة المدينة وكله أصبح طرفيا، تركز في آخر 15 سنة في المشاريع الصناعية مع الآلاف ورشات صغيرة، هذه أفلست أمام عملية فتح السوق، أمام عملية تحرير التجارة من دون الدخول في مرحلة تمكين مصطفى على غير ما أما في التجربة الأسيوية أفلست. خذوا مثلا نموذج الصفحة، الأهم من ذلك أن النظام البيئي، النظام البيئي، النظام البيئي ليس المفهوم البيئوي، نظام الحياة الاجتماعي البيئي للإنسان مع تنفيذ الطبيعي، هذا الهدف في نشر الخبرة، في نشر الخبرة وتحديدا أطراف دمشق، يعني ريف دمشق هو ريف يعاني من شح الموارد لا سيما الموارد المائية. ماذا ظل في الزمن الذي كان يجب أن يسفر فيه بلدا؟ مثلا الزمناني 2006 إحصائية حكومية أحصل خلال 3 شهور ارتفاع عدد من لا أصلهم مياه شرب نظيفة وآمنة من حوالي 270,000 خلال 6 شهور. هذا حدث خطا بوثيقة رسمية 2006، يعني هذا يجب أن نربطه بشروط الأمان الاجتماعي الإنساني، يجب أن نربطه بأعلى مما نستطيع بوضع الصحافة والمقالات والرأي والتعليقات السياسية كتبه. إذا هناك نظام طبيعي اجتماعي اقتصادي ينهار كرمانه ويجذب الملايين على حافة المخاطر الشدة. هذه حقيقة نجدها تقريبا في كل المدن السورية حتى المدن المليونية. إذا لا أمام مدينة دمشق 40% من عشوائيات. رجعوا لخريطة الاحتجاجات نشرت تعطي دمر، انظروا على الخريطة دمر العشوائية ودمر المنظمة حينما جوبر الشرق الغربي، انظروا على الخريطة مساحة جوبر العشوائية ومساحة جوبر الصغيرة المنظمة. إذا عمليات الاستقطاب يعني التي كانت حتى المنظرية العالمية لدول الشمال ودول الجنوب أصبح داخل الشيوخي، أصبح داخل المدينة، وكل مدينة يندى هذا الجانب بين مركز وأطرافها، لكن في إطار كل إطار عملية تبدلنا سواء الجانب الشعبي، يعني المجتمع الفلاح السوري دخل مرحلة التطور التاريخية التالية، يعني فلاحية بداء، الملكية الزراعية الصغيرة الصف الزراعية زرعت، قبل كان ملكية الملاكين وكبار الغائبين، صفيت مع الصف الزراعي، دخلنا مرحلة الصف الزراعي، عمل الملكية الصغيرة والصغيرة، هذه الآن الحرب الفلاحية البداء، يعني عدة دولارات تتنافس عليها التدين والمساعدة في مثال، هذا النهيب الأهلية، النهيب بالإضغاط بحمام، النهيب العديد من النظم الزراعية السورية اللي يغرق استثناء يحبس الجزيرة من عملية تكون الملكية الكبيرة الواسعة. إذا الانتفاضة السورية هي انتفاضة مهمشية وفي شعارات يا سماعه كتبت بالخط الرديد، يعني ان هناك شبان كتبوها، ان كتبها شبان يعملون بالتنظيم وبشكل مخطط امام ارتباطات حتى من جانب تاثير الحوض الفيسبوكي او ايش ذلك، هي تطرح ما هو جوهري وهو التنميه والديمقراطيه، يعني هي ترجموها هي لغه الحقوق الاجتماعيه والمدنيه، يعني لغه الحقوق الاجتماعيه والديمقراطيه. النقطه الثالثه علاقة بيجري ما يمكن أن يجري وسأخصص فيها كثيرا، أن المعارضة السورية الحقيقية التي مارست عمل المعارض والتي تحولت إلى معارضة في الفترة الأخيرة
المستسي يقبل هذا المصطلح. عبدالحم لا شعر في المصطلح. هي تؤمن الجانب الأهم أو الأهم بمعنى المولد وهو جانب التنمية، جانب فجوات التنمية المناطقية في علاقة مع الديمقراطية والسياسي والحقوق، والتي كلها تطلب مفهوم النموذج التصنطي المتغرب، والنموذج التصنطي تقع تحت حزمة من التباردات المربوطة والمرتبطة بمنظومة الدولة الصوتية. النقطة الأخيرة، عملية التمدن في المدن المختلطة المركبة الهوية والسوية والمركبة الهوية هي طبيعة عملية تغير اجتماعي عن بعد السكاكات الطبولوجية الثقافية إلى آخره. هذا طبيعة عمليات التغير الاجتماعي. هناك من له مصلحة بتوتير عملية الهوية المركبة إلى عملية انقسام و عملية إصالة إلى مستوى الانحطاط الاجتماعي. إحدى تنقسم المجتمعات طائفيا هي تكون قد دخلت في مرحلة انحطاطها كهيئة اجتماعية. الحسن حظ أن ذلك ما يزال في إطار مشاهد، لا نستطيع أن نقول أنه سمح سوريا، لكن في هذه المجتمعات المركبة مسألة استغلال السياسات الدولية يحتاج إلى أدوات كثيرة. في خلاصة، ماذا يجري أحد يستطيع أن يعرف؟ هناك مشاهد تعبية، مشاهد استمرار الوضع الراهن، استمرار الوضع الراهن لا أحد يضرب به لكن يمكن أن يكون كحالة قائمة بالفعل، تخص أشكال متعددة، يعني مرحلة الاضطراب المليئة. ميزة المشاهد السورية أن الجميع مشرقون على أن النظام القديم شبع عودة ولا بد من اتخاذ نظام جديد. إذن حالة استمرار الوضع الراهن يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر كليا الآن سينهار بالضرورة، يعني سنكون أمام الصوت المتشائم. في المشهد المتشائم ماذا سيكون؟ سيكون يعني مثل حالة النظم السورية التي تتناهى معها في حالات اجتماعية طوائف ومجموعات في إطار التركيبة السياسية العملية الحكم الموجودة، حين ينهار معها الهيئة الاجتماعية. يعني سيكون أمامنا كامل المنطقة البرلمانية ومضيف يعني مع كيانات طائفية من العراق لبنان في المشهد الجيوبوليتيكي الاجتماعي الواسع. ولكن هناك أيضا مخرج سوريا ديمقراطية جديدة حقيقية، سوريا تقوم على المشاريع المجتمعية الفاعلة، سوريا تقوم على سد فجوات التنمية المناطقية، تقوم على تداول السلطة، على كسر احتكار السبب والسلطة السبب كليا. هذه سوريا ديمقراطية جديدة ممكنة على مستوى الواقع وعلى مستوى الشعارات وعلى مستوى التخيل وعلى مستوى الإدراك. كيف ستكون؟ يعني كما أشار الدكتور عزيز في البداية، هذا المضمون لا نستطيع أن نعرفه. هذا تكون خلال التسوية التاريخية في المجتمعات المنقسمة، في المجتمعات التي وصلت إلى درجة التأزم، هو أحد الخيارات. لكن يقول ليست هذه خيارات وحيدة أو خيارات نهائية على الإطلاق كما تجينا في السابق. أعتقد أنه يجب أن نهيئ أنفسنا لأن نتفاجأ من جديد وقبل صفة العمل الاجتماعي على الظواهر التي درسها لها حدودها وتواطؤها أيضا، لأن العامل المفاجئ يعني يسميه نظرية الفوضى بالصدفة له دور بإشعال الأحداث بعد السبب المباشر أكثر السببيات من الأبديان. هذا السبب المباشر عامل الصدفة، الكف اللي أكله أبو عزيزي الشرقية اللي عادوا عملية رئيس الفرع مع أمها وجهة درعا، اشتعال أبو عزيزي، سخط الله أماما، سخط ونفسة حرام مع نفسة حلاوة هما جرعا. هذا العامل نحن كم ثقافيين وكم مبارسين بالعمل الاجتماعي لا نستطيع أن نضربه